بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي، والكبسولة دي كلها كوميديا. أبو سيد رجل المستحيل وزير الخارجية الجزائري يقول المغرب تتآمر وتستقوي بإسرائيل ضد بلاده. صرح وزير الخارجية الجزائري، تعرفين طبعا اسمه، رجل المستحيل أبو النطيط أبو سيد، لموقع RT الروسي أول أمس 23 أكتوبر الجاري 2021، بأن الجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت. الجزائر لا تمارس دبلوماسية مكبر الصوت، هي حالتها حاجة غير الصوت، هي بتتكلم وخلاص، أي هرتلة في أي كلام في أي حاجة، وأننا لا نحبذ أي تواجد عسكري في أفريقيا. هو أنتوا ليكوا لازمة عشان تحبذوا ولا ما تحبذوش؟ هو أنتوا حد يعرفكوا؟ وأنا أعترف بحق الدول الصديقة في اتخاذ ترتيبات الدفاع عن نفسها، ما حدش عايز رأيكوا ولا حد عايز اعترافكوا، ولا أنتوا ليكوا قيمة ولا ليكوا لازمة، وقعدوا بقى واهمدوا، قرفتونا الله يقرفكوا. والرباط ذهبت بعيدا في تآمرها على الجزائر واستخدام جماعات إرهابية لضرب استقرارها من الداخل، ووصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل، ونعلن أن ما يقوم به خطير وغير مقبول، ويقصد المغرب، وأن المغرب هو المسؤول عن جعل المنطقة مفتوحة على المجهول بسبب احتلاله للصحراء الغربية. هذا الرجل مجنون رسمي برخصة، والمفروض يمشي كده في الشارع معلقين عليه كده، هذا الرجل مجنون. يعني المغرب بتستقوي بإسرائيل، هي المغرب مستنية تستقوي بإسرائيل؟ هو انتوا نسيتوا اللي عملوه فيكوا قبل كده؟ نسيتوا يعني المغرب عملت فيكوا ايه؟ ما علينا، هي اللي احتلت الصحراء المغربية، هي اللي محتلاها، وهي اللي حط البلوزاريو، هي اللي حط ابو شنبات، وهي اللي عماله تضرب كل شويه، وهي سبب القلق كله، والاستقرار القلق الاستقرار بتاعكم، هي المغرب عفريت العلبه بتاعكم. كل ما تفشلوا تعلقوا على شماعه المغرب، كل ما تخيبوا تعلقوا على شماعه المغرب. طب ما بتتكلموش عن فرنسا ليه؟ هي مش فرنسا مسحت بكرامتكم الارض؟ ماكرون مش جاب لكم من الاخر؟ وبوستوا ايديه وبوستوا جزمته وبعتوا السفير بورق جديد، سر في الخباثه محدش يحس. يا عم ابو سيد اهمد بقى، اهمد وقول كلام معقول، الله يخرب بيتك، اهمد وقول كلام معقول، ده انت ما بتفهمش. لا وخدوا دي بقى، بيقول ايه بقى الراجل الاهبل ده، انا ما اعرفش، اقسم بالله مجنون رسمي، مجنون رسمي ده، اكيد بيضرب جازوز وبيضرب لحظه وبيعمل كل حاجه. بيقول ايه بقى؟ التطبيع مع اسرائيل هو الطريق الامثل لحل القضيه الفلسطينيه. يا نهار ازرق، التطبيع مع اسرائيل هو الطريق الامثل لحل القضيه الفلسطينيه، والله العظيم قال الكلام ده. تخيلوا، تخيلوا الهبل، تخيلوا العته. يا عم انت مع التطبيع ولا ضد التطبيع؟ انت مع القضيه الفلسطينيه ولا ضد القضيه الفلسطينيه؟ انت مع اسرائيل ولا ضد اسرائيل؟ تروحوا تدوها غاز واحنا ما نعرفهاش؟ حتى الراجل الاهبل ابو شنبات اللي انتم مربيينه ده، ابنكم الغير الشرعي اللي ما اعرفش انتوا جايبينه منين، ما استقبل صحفي اسرائيلي النهارده في المطار بالبوس والاحضان وبتاع عشان يفرجوا على تندوف. ايه الهبل ده؟ هو انتوا مع اسرائيل ولا ضدها؟ تروحوا تقابلوها في الخباثه وتتفقوا وتشتروا سلاح وتعملوا ايه ده؟ ايه التضارب والتعارض اللي في افكاركم وفي نفخكم ده؟ ما تتعالجوا، قرفتونا، اتعالجوا. وبيقول بقى زي ما قلت لكم كده، ان التطبيع مع اسرائيل هو الوسيله الوحيده او الحل، الطريق الامثل لحل القضيه الفلسطينيه. لهم عارفين راسهم فين ولا رجليهم فين، الجاسوس عمل شغل. وان الجزائر ما في تشاور دائم وجاد مع روسيا. حلو قوي، احنا عارفين دي معروفه، ان انتوا على طول ماشيين في دير روسيا، بتفكرين ان من وراها مصلحه، وهي ابقوا قابلون ان ما ادتكوش بالجزمه في الاخر. لا ده بيقول ايه بقى كمان، التناكه والقلاطه والكذب. بيقول ايه بقى؟ احنا في تشاور، الجزائر في تشاور مع روسيا في قضايا تمس بمصالح موسكو. يا قميلة، ايه يا قميلة دي؟ ايه يا قميلة دي؟ انتوا هتعملوا تشاور عشان قضايا تمس مصالح روسيا؟
يا نهار اسود، هو انتوا ليكوا لازمه؟ هو انتوا يعني فاكرين ان ليكوا لازمه؟ والله ما ليكوا لازمه، والله ما ليكوا لازمه. واذا كانت روسيا بتتعامل معاكم بتتعامل معاكم من باب المصلحه، واكيد لها مصلحه، بس مش زي ما انتوا بتقولوا كده. اه على الاقل بتديكوا على قفاكوا وقت ما تحب. ورجع تاني يقول برضو عشان ياكد ويضرب تعظيم سلام لمصر، ملف سد النهضة معقد وفي جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود. ما احنا عارفين، وما تتكلمش في الموضوع ده تاني احسن لك. انت بلعت الجزمة من اول هشة ونالك بخ ما لقناكش، فما تتكلمش في الموضوع ده تاني، جاتك القرف. خدوا بقى الكلام بتاع الاهبل التاني اللي هو اسمه نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري. ايه ده الكلام الكبير ده؟ المجلس الشعبي الوطني الجزائري ايه ده؟ والمستشار في العلاقات الخارجية اسمه منذر بودن بيقول ان البرلمان الفرنسي يقوم بحرب بالوكالة، يعني نيابة عن يعني لصالح لوبيات همها الابتزاز، وان البرلمان الفرنسي يسعى الى زعزعة الواقع السياسي الجزائري، وان ما يفعله هو تحرشات تتجاوز اللياقة الدبلوماسية. احساس بالاضطهاد، الدنيا كلها بتكرههم، في لوبيات عليهم وافلام وحركات وهيودوهم في داهيه، يعني عارفين العالم كله بيتامر عليهم. احساس مزمن بالاضطهاد والعتا، يعني خلاص شيعوا، ما تشوفوا لكم كره ارضيه تانية تعيشوا فيها. لما انتوا عارفين انكم منبوذين ومكروهين والعالم كله قرفانه منكم، شوفوا لكم حته تانية يعيشوا فيها، ما تقرفوناش، قرفتونا بنقائه. واضاف بودن ده بقى ان البرلمان الفرنسي يتجاهل ان الجزائر دولة مستقلة كاملة. من امتى؟ من سنة 62، مش من ايام الختم الخشب مش من ايام الختم الخشب يا حلو، من سنة 62 دولة ماشي بنقول عليها شبه دولة من ايام 62، بدليل انكم واخدين وثيقة تقرير مصير حق تقرير مصير وليس وثيقة استقلال، واخدين وثيقة حق تقرير مصير لانكم لستم دولة، ما كانش معترفين بيكم انكم دولة، فأنتم شبه دولة مستقلة كاملة، وأن ما يفعله البرلمان الفرنسي يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر. زعزعة استقرار، هو أنتم فاكرين نفسكم مستقرين؟ جايز لصالح لوبيات معروفة، مؤكدا أن الجزائر قوية بشعبها وجيشها، وشعبها اللي نصه بره، وجيشها ماشي بيسلموا على جيشها وشنقريحها ورجالته يعني، وتصر على التعامل بنديه مع الجميع. نديت مين يا ابني؟ نديت مين؟ اما تتعالجوا الاول تبقوا تعرفوا تتعاملوا بنديه ولا ما تتعاملوا. نديت ايه؟ مضيفا ان الجزائر الجديده، ما احنا عملنا مصر الجديده بقى، ف الجمهورية الجديدة عندنا، فلازم يبقى عندهم الجزائر الجديدة. امال ايه الجزائر الجديدة؟ هيغسلوها وينظفوها تبقى جديدة يعني، ويصنفروها تبقى جديدة. لن تتخلى عن مشاريعها النهضوية. مشاريع ايه يا حبيبي النهضوية اللي انتوا عاملينها؟ في الصحة ولا في المية ولا في ايه بالظبط؟ ايه المشاريع النهضوية اللي انتوا عاملينها؟ عملتوا ايه؟ فعلا، ما انتوا قفلتوا المجال الجوي، هو ده اكبر مشروع نهضوي انتوا عملتوه. قفلتوه مع المغرب وقفلتوه مع فرنسا لمدة يومين، ورجعتوا بوستوا جزمة فرنسا وفتحتوه. يعني هو ده المشروع النهضوي الوحيد اللي انتوا عملتوه بصراحة، نهضوي. ودعمكم للبلوزاريو برضو من المشروعات النهضوية القوية جدا. بوشنبات، بوشنبولة، زعبولة القلة، بوشنبولة. خاصة وأنها تملك مقومات القيادة الجيوسياسية. شوفوا الفزلكة، بقيادة عبد المجيد باشا، جيو سياسية. طب ما تقول يا حبيبي السياسة الإقليمية ولا السياسة الموضعية ولا ايه بقى جيو سياسية؟ ايه بقى دي يعني؟ الموقع الجغرافي، سياسة الموقع يعني، ايه بقى يعني؟ كنيلة واهل العظيم، قرفتونا وجبتونا. ده الواحد خلاص استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يشفيهم. ام سيد تديله بالجزمة يطلع يقول الكلمتين دول ويهرتل زي ما انتوا سمعتوا كده، ما هوش عارف هو بيقول ايه، كلمه من الشرق على كلمه من الغرب. كل ما تديله بالجزمه يسافر. والاهبل التاني ده النائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري،
كل ده كل ده امال الرئيس بيبقى ايه بقى؟ ما انت النائب وليك الاسماء دي كلها، امال الرئيس يبقى ايه؟ رئيس مجلس البلبلبلبلبل الجزائري ده يبقى ايه يعني؟ اجمل حاجه بقى ابراهيم شنبولة لما قابل الصحفي، اتفرجوا على مقابلته للصحفي الاسرائيلي في المطرح قبله في المطار، ولابس البدله الميري بتاع اللبس الميداني وعامل فيها بقى ضابط، وقابله بالاحضان والبوس، وتفضل يا سعالي معالي الوزير وتعالى عشان يفرجوا على تندوف. هيعمل لك ايه بقى الصحفي الاسرائيلي؟ يا عم صور وعمل وشاف وعمل كل حاجه، مش انت ضد اسرائيل؟ مش انت ضد اسرائيل؟ ايه بقى حلاوه اسرائيل؟ اعرفوا انتوا عايزين ايه، واعرفوا انتوا عايشين ليه، واعرفوا انتوا هدفكم في الحياه ايه. بس هتعرفوا منين الحاجات دي؟ ما يعرفهاش الا البني ادمين العقلاء، وانتم ربنا كفيكم شر العقل دائما يا رب، يكفيكم شر العقل. انتم مالكم من العقل؟ طالما في جزوز وفي لحظه وفي، يبقى على الله ربنا يكرمكم، هيكرمكم اخر كرم وقريب قوي. تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم اينما كنتم، سعدت بوجودي معكم وسعدت بكم، واستنوني في كبسوله جديده اللي جايه اقوى من دي. عارفين ليه؟ سؤال هنطرحه، لو خرجت البوليزاريو من الاتحاد الافريقي، ابو سيد ورجالته وعبد المجيد ورجالته موقفهم هيبقى ايه؟ هنشوف في الكبسوله الجايه. اشوفكم على خير ومش هتاخر عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.